الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، تعلمون جميعاً أن شهر رمضان المعظم ميزه الله سبحانه وتعالى بعدة مزايا، ومنها أنه شهر الجود والكرم والعطاء والسخاء والإحسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن. لذلك أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم جميعاً إلى حملتنا هذه لجمع التبرعات لمركزكم، مركز الهدى، خلال هذا الشهر المبارك الفضيل. وتذكروا قول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ونحن نعلم جميعا أيها الإخوة والأخوات أن هذه الظروف صعبة، لكن هذا لا يمنع أن يخصص الإنسان جزءا من ماله ليدعم هذه المراكز وهذه المساجد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يفتح لكم أبواب الخير وأن يرزقكم من حيث لا تحتسبون. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.